إذا أنا عم حس بشي جميل هلأ وبشي حلو إني واقف على خشبة، يمكن ما كان حدا بيفكر إنه هيدي الخشبة كانت مخفية من 10 من 20 من 30 سنة. يجي شخص يرجع يحيي المسرح، شخص اسمه قاسم اسطنبولي، مش لأنه زميل أو فنان، لا، هيدا عمل جبار. اللي ما عنده مسرح بحياته مثل اللي عم يتزين بلا مراية. المسرح أبو الفنون. قاسم اللي عم يعمله هلأ، قاسم اسطنبولي، فعلا عمل ما كتير ناس بيقدروا يعملوه. عم طلع بزوايا السينما، بالحيطان، بالإضاءة، بالصوت، بالكراسي، بالسجاد، بالكواليس، بصور يصير في مسرح وطني، شغلة كتير كبيرة بالوقت اللي الدولة ما قادرة تعمل مسرح وطني. بنشد ايدنا قاسم صديقنا، وانا بقول له من هون يعطيك الف عافية، واي شيء بدك يا قاسم نحن مستعدين نوقف حدك بدون اي طلبات، بدون اي شيء، نحن معك، يعطيك الف عافية.